نروح للاهداف يا كابتن. يلا يلا طبعا احنا ودينا قلنا الاهداف احلى يا خمس محمد. اهداف في الدوري. نعم. اعتقد في ناس ممكن ما تكونش شافت الماتش او حاجه وبتتفرج علينا دلوقتي، تستمتع بالاهداف الرائعه والجميله. نعم. هنروح لهدف الحرس الاولاني. يلا هدف يا محمد. اسلام رشدي مع كابتن خالد يا محمد، اتفضل. اسلام رشدي زي ما انتم شايفين يا جماعه، هنبتدي نلعب. اهي الكره، شوف بقى، شوف تحرك اسلام اللي عليه السبوت. الكره بتتلعب، بتطلع، شوف اللمه، واللمه باليمين والشوطه. بص يا كابتن، احنا انا عايز اوقف هنا كده. وقف. عايز اوقف هنا كده. خلي شوف، انا عايز يا كابتن شوف وسط اسلام، وسطه. لو لعيب مخشب يا كابتن الوسط مش هيتحرك، مش 180 درجه، ولا بيقولوا كام، ولا 180 180 درجه. هتلاقي الوسط، بص الحارس واقف فين، المرونة. اسلام الشكل العام انه هيلعبها موزه على يمين الحارس، يعني الشكل العام جسمه ما يقولش انه هيلف بوسطه اللفه دي كلها عشان يحطها على الشمال. عشان كده حارس المرمى رمزي صالح بيتفرج على الكره وهي داخله. طب ملحوظه الثانيه يا كابتن، كم لعيب من الـ من الـ من المصري جوه ال 18؟ ال 11 واحد جوه ال 18، تخيل بقى بالجول كيبر. اه بالظبط، ال 11 واحد جوه ال 18 بالظبط. اه بالظبط. وكل ده ولا الكره خبطت في لعيب ولا الحارس عرف يصدها، لان برضو بصراحه مهاره عاليه من اسلام رشدي. تعالى نكملها ونلعب. لقطة نادرة ان ال 11 واحد. بص يا كابتن، عكس اتجاهه وجسمه، فنقول رشاقة وسطه ولفته هي اللي. وخد بالك اسلام رشدي يا كابتن مش اشول، مش اشول مظبوط، يعني برضه هو بيلعب باليمين والشمال كويس، بيلعب باليمين شويه بس هو يمين يعني، فدايما يعني ما هوش خالد الغندور لا مثلا، رجله الاساسيه يمين. بالظبط، هو مش اشول، مش ايمن حفني، مش مصطفى فتحي، مش محمد صلاح. يعني انت تخيل، انت لو هقول لك حاجه بالعكس، تعال نوقف، تخيل تعال نوقف الكره معلش. وقف يا كابتن. تعال نتخيل يا كابتن ان محمد صلاح ناحيه اليمين، وهو وكره وراح لعمها بيمينه ووقفها بشماله وراح لافف بيمينه، هتقول هتستغرب محمد صلاح. هتقول ازاي محمد صلاح جابها بيمينه كده؟ فده احنا اللي بنتكلم فيه، ان لعيب بشماله، فدي صعوبه الهدف وحلاوته. كمان نكمل ونشوف بعد كده، او لم اليمين، اللمه اللي باليمينه دي البسيطه دي هي اللي خلته تجيب الجول. نكمل ونروح لهدف الحرس الثاني. ده لسه ده الاولاني. نروح لهدف الحرس الثاني اهو، انا هروح لها وهنلعب. ده الهدف من اوله يا كابتن. الكره، شوف الكره، ما حدش داخل. تحرك اوفرلاب لطارق ابو العز، بيلعبها في الوقت اللي هيلعبها، اللعيب بيحاول ان هو يكشف الاوفسايد، ولكن كان خطا من اعتقد محمد مجدي. الكره بيلمها احمد يحيى، بص بنزيما جاي من ورا خالص، بيقف بيلم ويشوف بوش رجله في البعيده، هدف ولا احلى ولا اروع. عشان كده بنقول ان اهداف حرس الحدود يا كابتن مدحت من اهداف المباراه كلها جميله ورائعه. اتفضل جدا، وربنا كافئه لان عامل سبرنت اكتر من 60 متر. بالظبط بالظبط، كان واحد تاني ممكن يقول لك، ممكن يتفرج. لا يقول لك اصل ده واحد على اربعه، لا فانا مش هكمل، انما هو ربنا كافئه عشان هو كمل. بص الكابتن حسام حسن بيقول له انت ايه، انت فين المسك، انتوا ما بتمسكوش ليه؟ شوف هنا بقى النقطة يا كابتن إيه؟ يعني اللي انا بقول عليها حضرتك بالظبط، كان مدرب تاني هيرمي الفوطة ويقعد بالظبط، ودي مدربين كتيرة ولا اسماء كتيرة وكبيرة، اول ما بيخش فيها جون بيقوموا جايين قاعدين على الدكة. بص حلاوته، فبيدي احساس للعيب في الملعب ان هو خسر. بص 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 بعينيه وراح لعيبها، التوقيفة هي اللي جابت الجون واللمة والشوطة. لو اتأخر ثانية كان اللعيب اللي ضغط عليه كان ممكن يقطع الكورة وتروح حلاوة الهدف. تعال نروح بقى لاهداف النادي المصري. اول هدف برضو انا عايز اقول، يعني نوقف كده دقيقه واحده، شوف اللعيب، هي كره ثابته وكره بالدماغ، ممكن تقول هدف عادي، لا النطه، انا عايز اشوف نطه اللاعب وتوقيته وكره وهي جايه والزاويه اللي حطها على شمال الحارس بعيده عنه جدا جدا جدا، فدي بتقول ان الهدف رائع وجميل. لا ومتمرنين عليه، محمد مجدي مضيع واحده قبلها على فكره بالظبط بنفس الشكل، طارق ابو العز طلعها. ايوه او ابو العز، طارق ابو العز. بص يا كابتن، بص النطه والحطه دي حاجاتك دي يا كابتن. النطه والحطه، النطه وايه والقطه والقطه والبطه. ده هدف جميل، لا واضح ان هم متمرنين عليه كمان. النطه والحطه والقطه والوقفه والتوقيت تمام.
يعني الدول الاربعه اجتمعوا عشان الهدف ده يجي، وهدف جميل ورائع، وده اللي خلى يكون في كامباك للنادي المصري، لان في الثواني الاخيره او في ربع ساعه الاخيره من الشوط الاولاني خلى الشوط الاولاني يطلع 2-1 عشان يخش حسام حسن يقول للعيبه انا متاكد ان حسام حسن بين الشوطين لازم تنزلوا تكسبوا، مش هنتعادل بس. ده في المقابل مفيش ثقة من بسيوني، واكيد بيقول لعيبة عايزين نقفل، انتوا ازاي يخش فيكم جول؟ احنا مش هنتغلب طول الوقت، حافظوا بقى على النتيجة، لازم ناخد 3 نقط، احنا عندنا نقطتين بس. فاللعيبة نازلة خايفة وعايزة تحافظ، حصل ان هم كلهم رجعوا يدافعوا، حصل ال 65% الاستحواذ في مقابل 35%. واستخدام محمد مجدي الباك بالظبط بيستخدم على طول، انه بيخش قاطع العرضية. بيخش قاطع في كل الكور العرضية. طيب هنروح بقى، هنروح للهدف التعادل. الهدف التعادل. وعايز اقول ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى اما بتعمل جمل جميله، ان اما بتهاجم، اما بتبقى عايز تكسب، ربنا بيوفقك. يعني كل الناس هتشوف الهدف من بعيد تقول هدف عالمي، ولكن الحقيقه ان احمد رؤوف وهو بيحط الكوره جت في لاعب الحرس، حولت اتجاهها ودخلت. الشكل العام من بعيد ان هو حاططها في الحته دي، بس هو النيه بقى. ايه النيه؟ والنيه النيه بس، خد بالك كانت ممكن ما يتجيش اللاعب والحارس يصدها او تطلع بره. فهنشوف الهدف مع بعض، يلا نشوف الهدف مع بعض. بص يا كابتن اللعبه بقى، انا عايز ال 1 2 3 دي اسمها 1 3. ال 1 2 3 تعال نلعب مع بعض اهي. بص يا كابتن، بص مش عارفين يطلعوا، وده الاصرار. ادي التوقيفه يا كابتن. بص ادي واحد، انت حاطط السبوت على احمد رؤوف بالظبط. ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه. يبقى بص يا كابتن، واحد اثنين ثلاثه اربعه. ده هدف من احلى الاهداف، لانه هدف جماعي وهدف من وان تاتش، مفيش حد لمسها مرتين. ده بتاع علي. واحد اثنين ثلاثه اربعه، ده بتاع علي. ولو شفنا صح كده، علاء علي من احلى الاهداف برضه. بس لو شفنا كمان يا كابتن، الهدف خبطت في وهو بيشوطها، خبطت في مدافع الحرس، البطن الرجل بتاعت لاعب حرس الحدود حولتها. بص يا كابتن، بص اهو بيشوط، خبطت في بطن الرجل وحولتها. بص رجله حلوه قوي بقى، حولها. بس يا كابتن بص يا كابتن من هنا. بص يا كابتن، بص يا كابتن هتخبط ازاي. بص خبطه في وش رجله هي اللي محولاها، ولو ما خبطتش ممكن تروح في ناحيه الرايت في الجنب رجله، يبقى جون اجمل من كده كمان. بس انا بقول لك ان برضو سوء التوفيق للاعب حرس الحدود، كان ممكن تخبط وتطلع بره. ممكن والاجتهاد. عارف انا رايي ايه يا كابتن خالد في الكوره دي؟ انه يعني رجله لو ما جاتش الحرس، حط رجله، رجل الحرس بطأت الكوره شويه. لكن لو هي من غير رجل الحرس كانت راحت احلى كمان. ممكن ممكن يا كابتن، احساسي كده بعيدة يا كابتن. بس انا بقول برضو ان هي احد اسباب انها دخلت، انها جت في رجل اللعيب وحولت اتجاهها، وحتى من بعيد مش باينه في الكاميرا انها خبطه. طيب الحته التكتيكيه يا كابتن خالد، في ان يتساب احمد رؤوف في الحته دي من غير ما يتمسك، وهو لاعب ذو خطوره كبيره جدا، عايزينك تشرحها بعد اذنك. أوكي. لو رجعنا الهدف، نرجع الهدف الثاني اهي. بص يا كابتن، لا انا عايز اشوف الفرق بين لاعب بيطفش ولاعب بيعمل تاكلينج عشان مش عايزه يطفش. التاكلينج هي اللي جابت الجون. انت لو شفت اللي هي في البدايه، بص يا كابتن اهي، بص اهي خلاص، بص التاكلينج دي، بص التاكلينج دي اهي، دي اللي جابت الجون. ما خلاص تاكلينج راحت هناك. لو ما عملش تاكلينج راحت هناك، وهجمه جديده بتبتدي. لكن التاكلينج دي واللعيب راح رجع له تاني، راح لعبها هو كابتن. لو شفناها دلوقتي هنلاقيها بتلعب واحد، وادي تاتش. بص يا كابتن، احمد رؤوف بقى هرب من الرقابه هنا. لا هو وسع لنفسه، وسع مش لنفسه هرب. وخدها وسع طيب. عشان لو جات له، هو واخد القرار ان لو جات له هعملها مباشره. هنا بقى خط الظهر ازاي ما يحطش لعيب زي احمد رؤوف؟ احنا اتفقنا يا كابتن، بيجيب من نص فرصه ما يمسكش، لازم يبقى في حضني على طول وانا باك. انا عايز بس اقول كمان عشان تدي بس درس للباكات يا كابتن، ازاي انا امنع لاعب مهم زي ده ان انا احطه في حضني. يا كابتن انت عارف، انت كنت من افضل لعيبه في مصر، او افضل لاعب مصر مدافع في مصر، انا بكلمك بجد. فانت عارف يا كابتن ان الكوره اخطاء، وان مهما حللنا ومهما اتكلمنا ومهما المدربين قالوا، ستبقى الاخطاء موجوده. صح. والاهداف تاتي.
صح. فمش هنعرف يعني مش هتعرف. لا يعني بيحاول يدي يعني يدي رساله بس بعد رسالة عينك طبعًا. على الكوره بس طبعا لا. طبعا يا كابتن برضو المدافع بيقول لك هي هتيجي فيا يا اما الجون يمسك هو ما كانش هيتوقع ان هي تخبط صحيح. انا احط اللعيب في حضني وتروح الكوره والله تحطه في حضنك تحطه في جيبك هيجيبها. انا عايز اقول برضو اصرار حسام حسن يا كابتن مدحت على نزول اخر خمس دقائق من المباراه لطارق العجمي. حد تاني يقول يعني الوقت خلص الوقت خلص. لا ده نازل عايز يكسب. حسام حسن عايز يكسب. احمد جمعه أيوة. مهاجم. طارق العجمي مهاجم. سعيد مراد. سعيد مراد مهاجم. انت اول مره لعيب ينزل ثلاثه مهاجمين. نعم. يبقى عارف ان الماتش ماتشه وان الجونين اللي جم في الدقيقه 22 و27 دول ما يعبروش عن سير المباراه. مظبوط. وبعض وفيها سوء. انا عايز اقول لك النهارده الحرس راح ثلاث مرات فقط جاب جونين. جاب جونين. ففي توفيق جامد جدا. لكن توفيق مش هيفضل ملازمك طالما انت وتقعد تلت ساعه تقعد او 90 دقيقه تدافع. اللي بيدافع 90 دقيقه بيتغلب يا كابتن. فتعال نشوف احلى هدف في المباراه. لانه هدف من على بعد 40 يارده. هدف للعيب لسه نازل. نعم. لسه ما خدش الاحساس في خده وعضلاته وفي مفاصله ما سخنتش. مش طبيعي انه يشوط جايه عكسه لمها وقال يلا بينا وراح شايط الكوره من 40 يارده. كان ممكن تطلع في السما. دعاء ابوه. دعاء ابوه الله يرحمه. الله يرحمه. ربنا ده ابوه راضي عنه لان ربنا اراد ان هو ينزل خمس دقائق ويجيب جون في وقت والده لسه متوفى. ثلاث نقاط. وثلاث نقاط يعني غليل. مش جون عادي. مش جون عادي. تعال نشوف الهدف مع بعض. بص بقى يا كابتن. وعايز اقول ان احمد العجوز ده من نجوم المباراه. ده طبعا قلشه غريبه جدا. احمد العجوز ابو الشعر ده من نجوم المباراه. هو اللي لم بص لعبها شاف كده يعني خدها لمه كده المربع ده انت بتقول كله فاير راح لامم وما شافش وراح شايط. طبعا احمد سعد خارج شويه. كابتن عادل مامور هيكلمنا. لا بس صعبه حتى لو وقف على الجول على الخط جول. احمد العجوز ده من نادي النصر. ايوه بالظبط كابتن جاي من نادي. هو على فكره كان من ناشئي امبي. ايوه. وعايز اقول بس هو فرحه. بص هو مش عامل حسابه راح يجري راح يجيب الفانيلا. لو هو الطبيعي عامل حسابه يا كابتن هيلبس الفانيلا تحت التيشيرت. لان الطبيعي لما بيجيب جون بتروح رافع الفانيلا ومبين ايه التيشيرت. صح. وده حصل اعتقد مع اوباما وحصلت مع احمد حسن كوكا انه بس الشاره حاطط في ايده شاره. لكن هو ما كانش في دماغه انه هينزل عشان كده ما كانش في دماغه انه يجيب جون. انا متهيألي انا اول مره اسمع عن طارق العجمي يعني اول مره كخالد. هو لعيب جديد او لعيب مش معروف اسما وممكن ما ينزلش في سبع ثلاث تغييرات يعني. ربنا اراد انه ينزل. ربنا اراد ان الفرقه تكون مغلوبه 2-2. ربنا اراد ان ما فيش ولا واحد يتصاب. ربنا اراد ان ينزله في الوقت ده. ربنا اراد ان الكره تجيله ويشوطها بالمنظر ده عشان الله يرحمه والده ويروح يجيب الفانيلا من على الدكه. وربما يكون احد اكتشافات الكابتن حسام حسن. بالظبط. يعني ممكن تبقى 35 يارده 30 يارده لكن 40 ابعد من كده شويه يا كابتن. بس يعني حلوة حوالي 37 يا كابتن ده بعيده بجد 37 يعني. بص يا كابتن الصعوبه كمان فيها ان الكره ماشيه في مستوى. لا انا عايزك تشوفها من بعيده يا كابتن لانها بعيد عن 18 كمان ب 10 12 يارده. مظبوط. حاجه كده كتير يعني. بص اهي انا عايزك تشوفها من الشوط من بعيد وتقول لي كام يارده. انا عارف انت استاذ في الياردة. هي من 30 ل 35. طب بص اهي طبعا قلشه غريبه جدا بالشمال. بص هو فين بقى دي مش من 40 يارده يا كابتن؟ لسه ما شاطش. لا انا بقول لك دي مش من 40 يارده. لسه اهو كده من 40 يارده دي. اثبت وقف. مش من 40 يارده دي. عادي 18 عندك تقريبا 20 يارده 15 يارده 20 يارده على الاقل يا كابتن. 20 يعني حلو قوي يعني. وبعدين خلي بالك كمان لا تعمل خلي بالك ان هي برضو محذوفه شويه يعني تعملها. ما انا قلت لك من 37 ل 40 تعمل مختلف في 3 يارده. لا 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 خلي 3 يارده دول عندي. لا ماشي خلاص ماشي يا كابتن. لا تعمل لا جميله جدا. طيب انا بشكرك كابتن خالد.